سؤال شخصي بقى الكابتن حسين السيد، يعني برؤية شخصية، لو في حد من لعيبة النادي الأهلي مين اللي تحب تتفاوض معاه؟ السؤال ده أنا يمكن اتسألته بطريقة تانية، واحد قال لي إيه برضو بطريقة، وقال لك طب يعني هل في نية أن أنتم ممكن تسترجعوا إمام عاشور؟ فأنا رديت عليه قلت له بص، إمام عاشور وغير إمام عاشور سواء في النادي الأهلي أو في السوق المصري أو في أندية تانية، أنا بتكلم على السوق المصري لأن ده أقرب سوق ليا بالنسبة لي أنا بتكلم عليه. هعيد نفس إجابة السؤال اللي فات، لو نادي الزمالك محتاجه في مركزه وهو مش على عهدة حد، هو فري أو حر نفسه، إيه اللي يمنع أن أنا أتفاوض معاه؟ لو أنا محتاجه ونادي الزمالك محتاجه وهو فري مش على عهدة حد، تأكد أن أنا لو في مصلحة نادي الزمالك هنجيب وقتها. أنا لو في مصلحة نادي الزمالك أو مستوى إمام عاشور بعد الثلاث سنين هيفيد نادي الزمالك، بعد الثلاث سنين يا جماعه عشان بحب اكد عشان الناس ما تقطعش اجابات وتقول لك حسين السيد بيتكلم بيفاوض امام عاشور من دلوقتي او بيتكلم على امام عاشور لو عشان طالما انتوا ذكرتوه بالتحديد، انا ساعتها بعد ثلاث سنين هشوف احتياجات نادي الزمالك في المركز ده ايه. هو انا هفضل من دلوقتي لغايه بعد ثلاث سنين ما عملتش المركز ده لعيب واتنين؟ اكيد هكون عملت لعيب واتنين، فهنشوف ساعتها ونقارن باللي عندي الكابتن امام واشوف احتياجاتي كنادي الزمالك. واعيد لك برضو نفس الاجابه، اي لعيب نادي الزمالك هيبقى محتاجه وانا في حل ان انا اقدر اتفاوض معاه، تاكد ان انا هتفاوض معاه. امتى هتحاسب اسوريو؟ امتى هتقوله لاسوريو لا انت كده غلطان؟ بعد ما اوفر لك احتياجاتك وهيئ لك الاجواء اللي انت تقدر تشتغل بيها كمدير فني، استقرار والهدوء واللعيبه واخده مستحقاتها، هحاسبه ما فيهاش شك يعني.